السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخوان الأخوات متابعي القناة ديال رشيد ديال الدرس تعليم الطرز والبيكاج، مرحبا بكم معنا في هذا الدرس ديال اليوم. هو درس توعية، يكون عندي إن شاء الله عندي على الخيط. بالنسبة للخيط، الناس كيقلبوا على الخيط باش يخدموا، حتى هو فيه شي مشاكل. المشكل اللي كيوقع لهم بزاف هو ديال الطلاق، اللي كيطلق لهم اللون مثلا، كي ما كيعرفش الخيط كيفاش يعزل الخيط، واش الخيط اللي كيطلق ولا ما كيطلقش، باش يعرفوا كيطلق او لا ما كيطلقش، حيت كاين الماركات ديال الخيط. انا كندور على الخيط ديال الطرز. الخيط ديال الطرز فيه جوج ماركات، فيه الخيط ديال الحرير وخيط بوليستير. بحال دابا هادو هما ديال الطرز، هاهم الحرير والبوليستير. كاين اللي ما يعرفش الحرير من البوليستير، هنا هتشوفهم كيبان لك خيط، ما غاديش تفرق بيناتهم. ها واحد احمر، ها واحد زيتي. كاين اللي كيقرا في التيكيت الله، كاين واحد التيكيت الله ديالو كيقرا مكتوب فيه بحال دابا الحرير، كتلقى فيه رايون مكتوبة رايون، ها حرير. البوليستير كتلقى بوليستير. الا ما لقيتيش هذيك المكتوبه الحرير ولا البوليستير، ما لقيتيش التيكيتا، ما عرفتيش جديده خدمتي بها وما عرفتيهاش، يمكن لك من يدك تعرف تقلبهم، من اليد كتقلبهم عاوتاني. لا قسيمه بسبعه عندك بحال هكذا، الحرير راه ديما منس، البوليستير حرش. الا جريتي الحرير بغيتي تقطعيه بيدك، كتشعر عاوتاني بيدك كتقطع، ما كيديرش الحس، واحد شويه ديال الصوت ودغيا كيتقطع، ماشي دغيا عاوتاني، غير واحد جرة خفيفة كيتقطع، وكيخلي الخيط ديالو شوية راه كيبان بحال الحرير باش نزف. بوليستير ملي كتبغي تقطعو كتهجر، هو كيجر قاصح كيتسمع، كاين الصوت. القطعة ديالو كيدير فيها الصوت وحرش. هاد جوج الأنواع لي كاينين ديال الطرز بزاف، لي كنخدمو بيهم بزاف. عاد كاين نوع آخر، هي الخياطة، كيخدمو بيه الناس الخياطة وكيخدمو بيه الناس الطرز، كيخدم على جوج الحوايج ماشي مشكل. هذا ميمكنش تخيط بيه، هذا يمكنك تخيط بيه، يمكنك تطرز بيه. هذا الشعرة ديالو غليظة، هذا الشعرة ديالو رقيقة، هذا كيبقى كيتسماو خيط فيلمات، ما كاينش فيه البريون، هذا فيه البريون، هذا جوج فيهم البريون، هذا ما فيهش البريون. كتقدر حتى هو كنطرزو به ماشي مشكل، وغا نوريكم حتى هو الطرز ديالو فاش كيتخدم بزاف. بالنسبه لهاد الجوج، كاين اللي كيطلق ليه الخيط اللون، عندنا البوليستير كنخدمو به اي خدمه في البلونكا، في البيض بلونكاسي ما كتخافش منه، واخا ديرو في جافيل ما تخافش منه. البوليستير دير في جافيل ما كيطلقش، كيدير مع اي لون ما كيطلقش. راه الناس ديال الصابون كيعرفوا، راه العيالات راه كيصبنوا كيعرفوا اللون كيطلق ما كيطلقش. البوليستير اللي دير في جافيل هذا ما يطلقش، ما تخافش منه. هذا الحرير كيدير في جافيل كيمشي ليه اللون، ما كيبغيش الصابون بزاف، كيبغيش لي هذاك جافيل، إلا دار في جافيل كيمشي ليه اللون الحرير غالبا، كي أكثر كيمشي ليه اللون وكيتبدل فيه اللون. هذا اللي زوين فيه كيتخدم في اللوان، إلا بريسيتيه كيهبط كيعطي واحد لي في زوين في الطرز، كيبقى ديما حرير كيبقى رطب زوين. هذا ملي كديرو في البريسا كيتكمش شوية، وكاين المشكل اللي فيه بزاف هاد البوليستير هو المشكل الأكثر، واحد اللون الكرونه والحمر، اكثر هي الحمر، والحمر على حساب الماركات، راه ماشي كلشي الماركات الحمر كيطلقو. الناس بزاف اللي يكونوا جربوا الحمر، الا خليتي غير خيط بحال هكذا دايز ما فينيتيش، نزلتي عليه البريسا وحيتيها او المصلوح وقطعتي هذاك الخيط اللي بقى حيتيه من البلاصه، اكثر هي في اللون الابيض كتحيدو كتلقى هذاك الخيط البلاصه بقى تبقى حمراء شويه، فيها شويه الحمراء. هذا ماشي كلهم، غير بعض الماركات، حيت هاد الماركات تيبداو دابا الله
سمح لينا منهم، واخا كيتعاونوا معانا وخصوا ليه الثمن داكشي، راه اكثر هي سلعه الشينوا هي اللي كاينه كدور. بغيتي لا كاليتي راه كاينه، لا كاليتي وكاينه بالثمن. بحال كي ياخذ لك، ياخذ ب 12 ب 10 درهم بوليستير، 9 8 حتى 12 درهم على حساب كل منطقه والثمن ديالها. هذا كيبقى تقريبا من 12 درهم والفوق على حسب المنطقه. هذا قلت لكم اللون الوحيد اللي فيه هاد المشاكل، وبالتجربه اللي جربته انا بزاف لقيته هو الاحمر، الاحمر اولا الكرونه هما اللي لقيت فيهم المشكل. وبعد الماركات كي كنقول راه ماشي كلشي الماركات، ماشي ديما كنلقاو هاد المشكل ديال كيطلق اللون. هادو بالنسبه لهاد الخيوط، هادو كاين مازال فيهم ماركات اخرين بحال هاد ميتي كولور، هاد حرير ميتي كولور عيب عليكم، فيه فيه ثلاثة الوان، خضر صفر احمر بلونكاسي، اربعة الوان، اربعة الوان هنايا. انا بحال هاد الخيط هذا قليل اللي شافو، قليل اللي عرفو، بزاف الناس ما عندهمش دراية عليه وقيلة. زوين تا هو في الطرس ديالو، وانا ندير لكم واحد فيديو نيت فيه في كي من طروز بياسة كتطرز في ماكينة، شوف كي داير ليفي ديالو. يقدر شي انسان كيقلب على شي حاجه فيها مول كولور واحد، ميلتي كولور كيتسماو ميلتي كولور، انت خدام به كطاز هو غادي كيلون راسو. هادي هي تاهو زوينه، تشكل زوين فيه، وكوني فيه اللوانات كانوا شحال هادي نعقل عليهم، كانوا داهم اخرا ما كانوش يسولوا فيهم الناس، راه مبقاو في تباعوا في السوق قلالو شويه. تاهو زوين في الديكور ديالو. هذا اللي قلت لكم، هذا خليت تناوق على لي مشكل فيه هاد اللونيت هاد الكرونا، راه ماشي ديما، وشريت لا كاليتي وقع لي فيها مشكل من عند الشركه، وما نذكرش السميه ديالها، الشركه مطبوع كلشي هنا، وقع لي فيه مشكل. زعما الثمن زايد الدوبل، اذا باش كتباع في الزنقه، هذا كتباع في الزنقه ب 5 دراهم 6 دراهم، انا شاري ب 10 دراهم، يعني الدوبل، ومع ذلك لقيت فيه مشكل غير في هاد اللون. خديت الزرق والخضر وهاد الحمر الكرونة ولقيت فيه المشكل. المشكل ديالو شناهو؟ ها هو المشكل، ها بياسة نيت باقا عندي، رجع ليا كليان. هذا شفت لكم باش كيتخدم به، اللي كيمشي به زوين، هذا كيمشي به بحال هادشي ديال الحساب، كترزي هذا كترزي به الحساب، كيطلع كيبان مزيان، كطلع الطرزة كتبان عامرة، حنت الخيط ديالو الشعرة ديالو غليظة. الاخرين طرزتي بيه غيبان لك شوية خاوي، ما عمرو يطلع لك مزيان، خاصك ديما دوبل لي بوان ودوبل تي لي بوان، غيتقام عليك غالي، عوض ما دوز ساعة دوز ساعتين. المشكل اللي وقع ليا في هذا ها هو، غيبان لكم واحد النقاطي حمرين هنا ديال البريبيكاج، الطبع ها هو كله مطبع، ها كله طبع ليا. هاد الخدمة خدمتها ساليتها، تينات ناضية، جمعتها كلشي، طويتها، طويتها على بحال هكذا مثلا، طويتها عادي كيف ما نطوي السلعة، كيف طويت الخوين نتا هما، طويتهم ديتهم للكليان حطيتهم ليه، دوزو عندو تا هو شي سيمانة واقيلا بموصلاتهم نوفا ويتخيطو. ملي وصل الوقت لي غي خيطهم جبدهم، كيلقى هاد اللون بوحدو وقع فيه هادشي، مطويين، ما دازو في مصلوح، ما دازو في تصبين، ما دازو في حتى شي حاجة، غي سالاو من الطرز، تجمعو سطواو، ديتهم للسيد وصلاتهم نوفا باش يتخدمو، لقاهم فيهم هاد المشكل، رجعهم ليا قال ليا شنو هادشي، قلت ليه ما عرفت واش تا درتي شي حاجة كيف ما درتش، قلت ليه انا ما درتش، ما كنديرش لهم بريسا، صافي هادو باينين. هزيت اسيدي ديت هاد الخيط، مشيت عند مواليهم تا هما الشركة ديال الخيط، حطيت لهم هاد البياس، هما تصدموا، انا باعوا ليا ربعة البوبينات، انا كيبيعوا فيه الاطنان ديال البوبينات. قلت لي انا مشكل شوش وقع ليا، راه يمكن ما وقعش ليا انا، وقع لناس اخرين، كيفاش ما كيفاش شنو وقع. قلت لي انا ما درت ليه حتى حاجة، لا درتي ليه البريسا ولا درتي ليه شي حاجة، قلت ليه والو. وجا معايا السيد قلت ليه غنديو، قال لي راه صيفط ليا شوية غنديه للابواطوار يدير ليه التحليل يحلو، ممكن تجي نديرو التيست عندي، جبتو عند درت التيست عندي عاوتاني،
طازت شويه حكيتو معاه خوه والو، ديتو البريسا قال لك شحال هو في البريسا ما خصوش يفوت واحد 90 دوغري ديال السخونيه. انا البريسا عندي فيها 200 درجه، حطيت بياسه فوق بياسه هكذا وحطيتها هكذا وزدت ليه 200 درجه اللي كندير كيف ديما كندير بها الحجر كنلصق بها الحجر 200 درجه، حطيتو قدامه تخلع قال لي لا غدوب الثوب تي ما يذوبش الثوب ما تخافش حنا ندوبو الخيط نشوفو المشكل في الخيط فين كاين، درنا ما لقيناش مشكل واتسطا. عطيتها ليه تاخد ديال لابواطوار، دار لابواطوار ما باقي ما عطانيش النتيجه ما قال ليش شنو وقع من بعد من قبل الكونفينمو مورا الكونفينمو بقيت شتو ما بقيتش فيش عندهم سي صافي استغنى على البياسة عرفتو مورا كورونا كلشي الناس تلفون ساو صافي خليته بقى هكذا بقى عندي ما ندير ليه وما لقيناش الحل. والحل اللي او المشكل اللي كنلقى كنشوف هو اصلا الكورونا الكورونا ولا الحمار فيهم هذا المشكل، راه ماشي انا تشكيت منه عدد من الناس تشكاو منه بالاخص هذا الكورونا واش ما عندهمش شي برودوي كيشدو مزيان ولا هو نفس الخيط نفس الماركة اللوان خوين طاحو مزيان حتى لهذا ما طاحش. ومني عاودتهم للسيد عاوتاني مشي مشي غير الخيط شريت عليه 5 دراهم فهاد الكورونا نيت حيت الخوين بقاو عندي مزيانين خدمتو تخدم مزيان يعني ما كتلقاش المشكل بعد مرات ديال لاكاليتي ولا ديال العيان تا وزهرك فهاد الكورونا بعدا ها هادو سهلاو. عندنا عاوتاني السقلي، السقلي راه معروف كاين السقلي الرخيص كياخدو الناس 10 دراهم باش كناخدوه على حساب كل منطقة، هادي راه مضوبلة كتخاد 20 درهم فايتة مضوبلة وحدة ربيع باش منكذبوش على عباد الله، فيها بوبينة وربع تقريبا كتخاد 20 درهم أنا ديجا خدمت منها شوية كناخدو الصغيرة ديالها العادية 10 دراهم. السقلي هذا العادي رخيص هو داك الثمن، المشكل ديالو حتى هو الصابون بزاف كيقدر يكحل وجافيل يكحلو الريحة هي كتكحلو هادوك كلشي كتعرفهم من غير السقلي ديال اللي خلاوه الباطو، الباطو هذا الثمن باش ماشي يبدا يكذب عليك شي واحد يقول لك راه حكا 30 درهم ولا كيكون مشكوك فيه بالنسبة للسقلي. بالنسبة لي كيخدم لاكاليتي باش الناس اللي كيخدمو بالثمن كيخدمو الناس السمية ديال الباطو خاصو يشري باطو ماشي يشري فلوكا يضحكو عليك ويعطوك يقولك ها هو. انا ها كانوا حيت كاين شي ناس لقيتهم كيشريو كلوك راه باطو كيبيعو لهم بثمن 30 درهم كيبيعو لهم كلوك راه باطو هو ماشي باطو راه فيه وفيه. كاين السقل ديال الكاليتي غنشوف بحال هذا هذا كيدير كاين واحد كيدير واحد الشركة عندي موبينو كاين بحال دابا هذا 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 سقلي هذا سقلي مخير تا هو زوين هادي بوحدة هادي بوبينة مخدوم منها تا هي غادي شي 250 درهم ها بوبينة بحال هادي هذا سقلي زوين ما كي كحال ما كي تبدل ليه اللون ما تا حاجة صحيح الخيار ديالو صحيح واقف غليظة الشعرة ديالو ماشي بحال هذا نتمنى تشوفكم تما الشعاد هذا ماشي بحال هذا وهذا واقف صحيح هذا زوين بحالو بحال الباطو واللي كيبغي الباطو كيدير الباطو هذا راه شويه غالي راه ما عنديش نشوف السوق ديال الباطو شحال داير ما نقول لكمش هذا ولا واحد اخر ولكن حتى هو زوين. هادي رجعت الفيديو تفكرت قلت بوبينونس بوبينو ربع جوج بوبينات ربع قلت مضوبلين وخطأت وقلت بوبينو ربع هادو جوج بوبينات ربع في هادي مضوبلة والعادية بوبينة وحدة عادية. ونزيدكم واحد النقطة باش تعرفو عاوتاني نسيتها بوليستير إذا شعلتي فيه البريكة كتجري تابعك عافية كتم غاية إذا كتجري تابعك عرفتو بوليستير ميكا
التحرير. شوية علاقة الأطفال مكتضربش بزاف، تقدر متشيش كاع. تقيلة ولا إلا مشات كتشعل كتبقى غادا بشوية وكتطفى دغيا. بوليستير راه كتشعلو وكتم غادي عافيك الجري كتبعك نورمال. ميكا دغيا كتشد فيها العافية. هادو غير باش تعرفو اللي باغي يعرف البوليستير مليح باش مبقاش يبقى يقلب بدا يسولهم صيدو. هو الثمن ديالهم ماشي بحال بحال، راه بيناتهم تقريبا تا 5 دراهم ديال الفرق، باش ميضحكش عليك شي واحد. وهاد الحريرة كاليتي مزيانة وزوينة، ولكن ما كانش ما يقل في الماكينة، ما كانش ما يقل مزيان في الماكينة. الحرير راه كيقطع في الماكينة فاش تكون عريقة، والماكينة مولفات الحرير ودات ليها البوليستير ما يدوش فيها البوليستير مزيان، حيت ولفات الحرير الكروشي ديالها كيبقى ديما ملس كيمشي مع الحرير. الا ولف الحرير سميتو البوليستير ودرتي ليه الحرير غيبقى يقطع لك، ما غاديش تجد الريكلاج ديالو على مدة. بما حكيت الكروشي شوية ملستيه وتماشى معاه حتى هو عادي يشدك. في الاول غيكون كيقطع شوية، وكيقول لكم هذا مالو كيقطع مالو كيقطع. والكروشي الا حرش كيقيسو كتمشي ليه الشعرة كيتحل كيتقطع دغيا. هذاك علاش بزاف ما كيخدموش به بزاف الناس الحرير، كيبغي لها الكروشي ديالو يكون مريقل مزيان وناضي. الريكلاج ديال لي طونسيون تقريبا بحال بحال، يكون واحد من غتجرب تلقى دايز مزيان، من الخوف ملي كتشونجي لاخر يكون شويه الفرق. ما تخاف على لي طونسيون هادوك ساهلين، كيبقى مشكل في الكروشي تحت شويه صعيب، كيخصو تيتماشى معاه مزيان، خصك تحك شويه الكروشي تيولف. ولا قدر تصبر عليها تركبو تخليه راه يصبر يدير بلاصتو راسو ويحك راسو ويتقاد. كاين هاد الوان هاد الموديلات اللي قلنا وفيهم اللوان، تا هذا فيه اللوان. وبقى ليا ما جبتشكم ما جبتش نسيتو داك الخيط هذاك ديال غاندا المبروم، هذاك سميتو الحرير، هذاك مبرومش مبروم هو هذاك تسمو هذا مبروم هذاك ديال الحرير. حتى اصلا هذاك ديال الحرير هو تقريبا اللي تشوفه هو هذا ديال الحرير، هذاك مبروم على جوج شعرات راه هو اللي عطانا هذا. وداك المبروم ديال اللي كيتباع في داك البصبات الصغير ديال الوقيات كيديرو به غاندا قلنا، هذاك كيكون في بوبينه كبيره ديال كيلو، عاد كيجيبوه كيبوبينوه كيديروه في ديك البوبينات الصغار. وهذا حتى هو تابع لهم، حتى الا حليتيه غتلقى فيه جوج شعرات تقريبا من الاخر. هذا كيتسمى خيط هذا مبروم. هذا هو اللي خلى ان هذا المشكل ديال جوج شعرات، قبل كانوا 3 شعرات شحال هادي كان شويه الخيط غليظ كان ديال الثمن، بحال دابا ملي كناخدو حنا غادي كندير 30 درهم، واحد الوقت كان ديال 30 درهم، دابا خواوه وما عرفتش ونس نقصو منو وضعاف. ولي بوان تا دابا المشكل ديال هاد الخيط الرقيق عاد كيزيدنا تا لي بوان كيتزادو فيه. كان قبل كتخدم بروغرام كتخدم واحد الدونسيتي موين كيخدم لك عامر كيبان زوين عامر، دابا الدونسيتي خصك تعمر دير بزاف دير رقم صغير باش يلاه يلاه تعمر، يعني زادونا لي بوان زادنا الوقت ونقص في الخيط الثمن ديال الخيط. كون قايل الخيط الاولاني كان احسن، البروغرام اللي غادي تكون فيه دير فيه مثلا 15000 ديال لي بوان تقدر دير فيه غير 10000 وتخدم به زوين. هاد الخيط هذا ملي صغار قلال منه ونقصوا منه الشعره ولا ضعيف، يعني خاصك تشارجي لي بوان باش يلاه طيح بالدونسيتي عامره طيح ترزم شارجي عامره بزاف. هذا هو وهذا كي قلت لكم انا غادي لكم فيديو وغتشوفوه، وملي تشوفوا الفيديو تشوفوا كي جا عجبني جاني زوين واخا ما كاينش
قليل ما تلقاوش بزاف على حساب. زوين في الطرز ديالو، زوين في الشكل ديالو، تتشوفوا الفيديو انا ديك الساعه حكموا. ومرحبا بكم الى فيديو لاحق ان شاء الله، شوف الفيديو تمتعوا بالطرز ديال الخيط هذا ان شاء الله. الله يعاونكم. Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. And when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now.